متابعين ديالي العزاز، نتمنى نهاركم يكون بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هنايا طبيعه، نوريكم الاجواء ديال العروبيه كيفاش دايره، وخرجنا تمشينا كيف ما كتشوفوا معايا هنا. غير انا شديت دابا على الطريق، من بعد انا نوريكم الطبيعه والربيع والناس كيفاش خارجين كيسرحوا بكيرات ديالهم، والاجواء ديال العروبيه كيفاش كدوز هنا كما كتشوفوا طريق. وانا صورت هاد الفيديوهات وجيت للدار، عاد كندير المونتاج وعاد كنهضر مع كانوا معايا شي ناس وداكشي، علاش ما هضرتش في الفيديو ديالي اللي البارح، هادشي البارح من بعد. واليوم كاين شي حاجه اليوم حتى هي مسجله، راه غنحطها لكم دابا مع الفيديو كما كتشوفوا. شو تبارك الله، عرفتي شحال صبيت الشتا تبارك الله، شو الدنيا ولات زوينه الصراحه، شو اللي ما تبارك الله باقي شاد في الارض، عرفتي تبارك الله صبات ولات الدنيا زوينه هاد العام تبارك الله خير تبارك الله ما شاء الله، الله يرحمنا برحمته يا رب. كما كتشوفوا حنايا غاديين في الطريق دابا، كنا غاديين ما كنت مشاو، الانسان كي قنط في الدار الله ما يخرج يتمشى شي شويه. هذا هو البلاصه هنايا قريبه لينا، هنايا الاجواء زوينه صراحه، البلاصه في العربيه والله زوينه، الجو نقي كلشي نقي صراحه الله. ايوا هنايا اليوم خرجنا هانتو كما كتشوفوا الوليدات كيلعبوا وعدوا من حاضرين العيجات ديالهم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش لايك وواحد الباطاج ابوني.